استنكرت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار العنف الذي ضرب مصر في الأيام الماضية تزامنا مع تظاهرة سلمية نظمها الأقباط، مؤكدة أنها تهدف إلى تشويه صورة الربيع العربي والإيحاء بأنه يضطهد الأقليات، ما يشكل افتراء سياسيا يبرئ الأنظمة المتهاوية. أما داخليا فطلبت الأمانة العامة الحكومة بسلسلة خطوات ردا على الانتهاك الفادح لسيادة لبنان من جانب النظام السوري على حد قولها. وهو الأمر الذي يتزامن مع صمت مطبق مستنكر من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش، ذلك الصمت الذي تبرره هذه المراجع باتفاقية التنسيق والتعاون بين البلدين. تطالب الأمانة العامة بما يأتي: عقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع في مجلس النواب والاستماع إلى وزير الدفاع وقيادة الجيش، رفع موضوع انتهاك السيادة من قبل جيش النظام السوري إلى كافة المحافل العربية والدولية. إن ما أعلنه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن اختطاف الإخوة السوريين الأربعة من آل الجاسم والمناضل شبل العيسمي بسيارات تابعة للسفارة السورية، يرتب أيضا مسؤولية وطنية بوضع حد لتمادي السفارة السورية. الأمانة العامة رأت أيضا أنه يترتب على الدولة ردع أعمال الخطف التي تقوم بها أطراف داخلية ومن ضحاياها المواطن جوزيف صادر الذي يستمر خطفه منذ سنوات.